بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ما بغاش يصوب لي الديريكت، قلت له ما ندير فيديو ونهضرو نيت. خوتي خواتاتي، انا تنتوجد اليوم بالقنيطرة، جينا نشوفو الجلسة ديال التحقيق ديال قيلوش، جينا نشوفوا المستجدات شنو كاين، شنو مازال، شنو غادي نديرو. تحيه كبيره للمتتبعين ديالي. الجلسه ديال قيلوش كاينه نهار 11/6. انا راني في قنيطره، هانتوما باش تعرفوني انا راني في قنيطره. المهم انا قبلت المحكمة، جيت اليوم شفت شنو كاين مستجدات. هاي المحكمة، هاي قيلوش يا مقلش الودنين. جلسة ديال التحقيق كاينة 11/6، يعني ثلاث جاية ان شاء الله غنكونوا موجودين هنا. جاو شي شهود وباقيين شي شهود. المهم غادي نهضروا على الوقفه اللي درنا البارح باب النيابه العامه بالرباط، اللي كانت حافله اللي كان فيها الحضور ديال اساتذه تبارك الله محاميين كانوا حقوقيين، اللي خرج داك المهرج كيتنز لا هو ولا داك البيدي اللي معاه كيتنزو على الوقفه اللي درنا. مهرج، بغينا نعرفوك منين تتجيب الاحكام ديال 8+4، بغينا نعرفوك منين تتجيوك هذه الخبره ديال المرحومه سعاد البريكي، منين اللي كنتي غتحطها لنا وتفاجئنا بها. بغينا نعرفوك منين تيجيك هذا الشيء، شكون اللي كيزودك بهذه المعلومات. بالنسبه للوقفه اللي خرج غتنز تتنز غير على راسك. وقفه الحمد لله كانت ناجحه وكانت بخير، واليوم درت لك المفاجأة الثانية اللي ها هي نيت، أنا غنوريها لكم. تحطوا بك شكايات المهرج ديال الميريكان، تحطوا بك شكايات في المحكمة ديال سلا، لأن أنت ما احترمتي حتى شي حد، كل شي ضربتي فيه، كل شي سبيتيه، كل شي. هاي المحكمة ديال سلا، ها الثانية، ها الثانية المحكمة ديال سلا، ها الثالثة تايب المحكمة ديال سلا، هاي ها الثالثة. ثلاثة ديال الشي كيتحطو اليوم عند السيد وكيل الملك لدى المحكمة ديال الابتدائية بسالة. وانا الان كنت توجد بالقنيطرة، جيت نشوف عود قيلوش مقلش الودني شنو كاين، شنو فين وصل التحقيق، واش كاين شي مستجدات، واش كاين شي جلسة ولا لا. فعلا الجلسة كاينة نهار الثلاث الجاي 11/6، وكاينة مفاجأة أخرى في نهار 11/6 في العلم ديالنا. وغن هذيك المرة قلت لك لنا لقاء أنا وياك باش نشوفوا داك التصارة ديالك، داك التطاول ديالك، داك قلت الحيادة، قلت الدين، داك التحنزيز اللي عين تطلع السما وعين تهبط الماء، كلشي إن شاء الله غادي نشوفوا معاه. لأن نتوما مبقيتوش كتحشمو، وليتو ضاصري، مبقى لا احترام لا والو، يعني أجي فم أطلق، وليتي كتهضر على الملف الناس والملف ديال مرتك، ضرب ليه الطم. ضرب ليه الطم، سمعتي هذاك قيلوش المقلش فار قنيطرة، بزاف عليك تتكون أسد، أسد راه في الغابة،
والاسد عندنا اسد واحد في المغرب اللي هو سيدنا الله يطول ليه العمر هو اللي عندنا، ما عندنا حتى شي حد اخر اللي مسمي راسك اسد وانت مجرد فار. كاش اللي غيجيب لك التما مقدي انا يا قلوش يا قلوش يا المقلش. خوتي خواتاتي الوقفه د البارح كانت وقفه ناجحه، ان شاء الله غتعطي ريزولتا زوينه لهاد الناس اللي تيطاولوا الهيئه الدستوريه اللي هو سيدنا، اللي تطاولوا على القضاء، اللي تطاولوا على مؤسسات ديال الدوله، اللي تطاولوا عليا انا، اللي تطاولوا على حقوقيين، اللي تطاولوا على اساتذه. هاد الناس ضاصرين يعني يحسب لهم راه ما كاينش القانون في البلاد، بالعكس كاين القانون في البلاد. تنحيي الحجه مينا اللي جات حتى هي مع غيتها، مت الزروالي اللي جات غات الحق ديالها اللي هي ام تضرب في الشرف ديالها في العارض ديالها، الناس وكلاتهم في دارها ما خلاولهاش، الناس طاولوا عليها وهي بعيده كل البعد عليهم. علاش؟ حيت هي مت الزروالي. تحيه كبيره لاي واحد بقات فيه ديك الام وهضر عليها، وتحيه كبيره الأستاذة الفاضلة زينب خيار اللي جات حتى هي، اللي داك المهرج ما احترمهاش، ما احترمش السن ديالها وعوجها، قالك فمها عوج. المهم فمها عوج ولا لا؟ إذا كان فمها عوج أستاذة كبيرة، إذا كان فمها عوج غتجيب حقها منك توريك فمها عوج كي داير. أنت ضاصر فمك خانس بحالك وخرجتي كتستهزأ، ويلي دراب بقيت عارجي داروا عليه وقفه قدام النيابه العامه باش نربيوك، درنا الوقفه لان انت ضاصر وكتعنى بشي وحدين. دابا قول لهم يفكوك، دوك اللي معني بيو قول لهم يعاونوك، قول لهم يفكوك، قول لهم بزاف ديال الحوايج. حنا نشوفوا داك التصاره ديالك وداك التحنزله انت وداك البيدي داك اللي نص مغربي ونص جزائري اللي حاشاكم بال على العالم ديال المغرب. قال لك الوطن غفور رحيم، اللي طاول حتى هو اللي ما تيحشمش. يعني هاد الناس بغيت نعرف فين باغين يوصلوا، فين باغين يوصلوا بهاد الخبث ديالهم. نتوما اخبط ناس شفتهم في حياتي انا، هذاك المهرج الدرابقي تعارجي. نحن لكم بالمرصاد، نحن لكم بالمرصاد. بغينا نعرفوك منين كتجيب الاحكام ديال دنيا بطمه اللي قلتي 8 زائد 4 يعني عام، وفعلا السيده دوز تحكمت بعام. اي هاي انت مجهد، انت مجهد. وعاود خرجتي قلتي كما كنتيش انت كون قيلوش وقيلوشه في الارام في الحبس، حنا باقي في التحقيق. هادي زقلتي، هادي كذبتي فيها، هادي ما عرفتي علاش، هادي اللي عطاك شي معلومه عطاها لك غلطه، لان انت مجرد واحد مهرج وكذاب. قبل باقي في التحقيق انت قلتي ما كنتيش انت. المهم خوتي خواتاتي، تحيه كبيره للمتتبعين ديالي الغزلان. انا اليوم كنتوجد في القنيطره، جيت نشوف الجلسه ديال المقلش الودنين فوقاش، لقيت الجلسه كاينه نهار 11/6 السيمانه الجايه ان شاء الله غنكون هنا. وكاينه واحد المفاجاه اخرى نهار 11/6 ان شاء الله، لنا لقاء قلوش. راك الخبر اللي في راسك في راسي، الخبر اللي في راسك في راسي. 11/6 فهمي فهمي. يلا خوتي خواتاتي، انا غنمشي بحالي غنطلع للرباط لان باقي ليا الشغل في الرباط في الوزاره. ان شاء الله الا لقيت كي ندير لكم شي لايف، ما بغاش يخدم ليا اللايف ما عرفتش علاش، التليفون ما بغاش يخدم، شوفوا مالو شنو كاين. ان شاء الله باش ما كان غادي نعاود نديرو شي لايف لا فيديو شي اللي كاين. يلا خوتي خواتاتي كيف العاده لقطعت العاده، امح عليكم، باي باي قلوش، انا عندكم في قنيطره.
قلت لك لنا لقاء وضروري غنتلاقاو انا وياك ان شاء الله عن قريب. يا قلوش يا المقلش لودني.